مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، شكرا لكل الزملاء الذين سبقوني بالتعليق، وها هي الانطلاقه متابعينا الكرام لشوط جديد من اشواط التحدي والاثاره، وشوط ينطلق شوط ينتهي في مسيرة أشواط هذا الصباح المميز الجميل وأشواط أبناء القبائل والأشواط العامة على أرضية هذا الميدان، وها هي الانطلاقة للقاء أبكار لأبناء القبائل في مسيرة هذا التحدي، مسيرة الإثارة، وشوطنا الخامس عشر الذي انطلق بعون من الله تعالى وتوفيقه، وهنا على الصدارة من تفتتح الصدارة والمركز الأول نجلة لسيد سلمان بن صالح بن حمد العتيبي على الصدارة وعلى المركز الأول، المركز الثاني وتاتي الوارية لسيد راشد بن قشيم الشامسي من تاتينا على ثاني المراكز، والمركز الثالث مصيحة الحامد بن علي بن مايقة لحبابي، هنا سعادة حامد بن علي بن مايقة لحبابي مع مصيحة يتدخل على ثالث المراكز، والمركز الرابع تأتي مصيحة لسالم بن ناصر بن حفيظ المري، وخامس المراكز تأتينا في هذه اللحظات سلطنة للسيد عتيق بن مسري بن سالم بن عرضي الحميري من تأتينا على المركز الخامس. إذن الخمس المراكز الأولى من أعلن انطلاقتها وإذاعتها خلال هذه المسيرة، مسيرة التحدي والإثارة، وهناك شعارات، هناك أسامي متواجدة خلف المراكز الخمسة الأولى، إذا عدنا تنحصر للخمس المراكز، ولكن الجوائز النقدية القيمة للعشر المراكز الأولى لنا عودة إلى الصدارة وإلى الوارية. من بدأت تتوارى في هذه اللحظات على صدارة هذا الشوط للسيد راشد بن قشيم الشامسي من تأتي على صدارة وعلى المركز الأول بهذا الأداء الجميل، نقلة على ثاني المراكز وملقيتها للسيد سلمان بن صالح بن حمد العتيبي من تأتينا على المركز الثاني، وصلت من حاف للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري صاحب مياسة في الشوط الأول الرئيسي اللي سجلت أفضل توقيت زمني، وهو أمامكم على شاشة التلفزيون أيضا في الكادر السفلي يسار الشاشة بتوقيت زمني مقداره 7:37 و89 جزء من الثانية. نتابع بقية المراكز، المركز الرابع وتأتي هنا الظبي للرسمي عامر بن سعد الرفادة من تأتينا على رابع المراكز، وسلطنة في المركز الخامس للسيد عتيق بن مسري بن سالم بن عرضي الحميري متواجدة على خامس المراكز. إذن في هذا الانطلاق والتحدي الخمس المراكز أعلناهن بعد أن انتصفنا المنتصف المسافة في هذه اللحظات وغادرنا 2.5 كيلو على الانطلاق والتحدي، 2.5 كيلو ما تبقى على النهاية، وهناك من حاف من تصدر زمام الأمور والصدارة، ولكن الظبي بدورها تتسلل إلى المقدمة إلى المركز الأول للسيد عامر بن سعد الرفادة من تسللت على الصدارة على المركز الأول، من حاف في المركز الثاني لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وثالث المراكز الوارية للسيد راشد بن قشيم الشامسي من تأتينا على المركز الثالث. رابعا تتواجد نجلة للسيد سلمان بن صالح بن حمد العتيبي على المركز الرابع، وخامس المراكز سلطنة للسيد عتيق بن مسري بن سالم بن عرضي الحميري من تأتينا على خامس المراكز، وبدا الزحف من ايضا المراكز المتأخرة للانضمام الى المراكز الاولى، وشعارات قادمة، شعارات سوف تنسحب من المراكز الاولى، ولكن هنا البقاء دائما وابدا للاقوياء، ولكن الظبي من سيطرت على زمام
تمام الأمور، سيطرت على الصدارة على المركز الأول. السيد عامر بن سعدي الرفادة منذ سيطر على زمام الأمور وعلى صدارة على المركز الأول بهذا الأداء. 1500 متر متبقوا على نهاية هذا الشوط من حاف المركز الثاني، من حاف إذن على ثاني المراكز للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصور الوارية ثالثا وملكيته لراشد بن كشيم الشامسي، وعلى المركز الرابع تسلسل هودة في أول ندى لمحمد بن سعيد بن حمد العامري من تأتينا رابعا، وفي المركز الخامس تصل زعفرانة لسيد محمد بن سلطان من مرخان في أول ندى. قلنا أسامي بدأت تتدخل وسلام وبدأت الأمور ونحن نقترب من الكيلومتر الأخير، كيلو التحدي كيلو الصراع كيلو الإثارة كيلو البقاء للأقوياء دائما وأبدا. هنا إذن الظبي لا زالت مسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة. الظبي لسيد عامر بن سعد الرفادة يسيطر على زمام الأمور وعلى المقدمة. سلهودة في المركز الثاني لمحمد بن سعيد بن حمد إلا عامري من حاف من تأتينا ثالثا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وهنا تصل زعفرانة لمحمد بن سلطان بن مرخان رابعا، وفي المركز الخامس الوالية للسيد راشد بن كشيم الشامسي. يا سلام، ولكن تدخل واسم جديد ممدوحة المايد بن أحمد بن مطر بن مايد لخيالي. يا سلام، ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا الظبي، الظبي مع الرسمي عامر بن سعد الرفادة من تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على المقدمة، تسيطر على المركز الأول، وزعفرانة قادمة. زعفرانة لسيد محمد بن سلطان بن مرحان من تأتي على ثاني المراكز، والثالثا من حافل محمد بن زايد بن خلفان المنصوري والوارية من تأتي رابعا لسيد راشد بن كشيم الشامسي، خامسا تأتينا ممدوحة للسيد مايد بن أحمد المطر بن مايد لخيالي. والميتين متر، الميتين متر، ولكن السلام، السلام لأهالي المملكة العربية السعودية وخاصة أهالي العزيزية وينما يسكن السيد عامر بن سعد الرفادة. تهانينا والناموس للسيد عامر بن سعد الرفادة ولحظة وصوله هنا الظبي إلى خط نهاية المركز الثاني. زعفرانة للسيد عمر بن سلطان بن مرخان ممدوحة في المركز الثالث للسيد مايد بن أحمد مايد خير، المركز الرابع لمحمد بن زايد المنصوري، وفي المركز الخامس للسيد راشد بن كشام الشامسي الوارية من وصلت على خامس المراكز. إذن الخمسة المراكز الأولى، والبقية عندي لجنة خط النهاية. نعود مع مخرجنا المبدع دائما والمتميز أحمد الحمادي، ولحظة وصوله هنا الظبي إلى خط النهاية قاطعة مسافة الخمسة كيلومترات في توقيت زمني مقدارة 7:50 ثمانية من الأجزاء من الثانية. تهانينا لعامر بن سعد الرفادة على هذا الفوز الجميل للظبي المركز الثاني، وكان من نصيب ثاني المراكز زعفرانة للسيد محمد بن سلطان بن مرخان. تهانينا أيضا لمضمون خطير بن خادم الزرعي 7:51 21 جزء من الثانية. أما ثالث المراكز فكان من نصيب، نتابع هنا إذن من الجانب الآخر هي من حاف من وصلت ثالثا وليس ممدوحة سيد محمد بن زايد بن خلفان.